ولنقاش الملف السوداني حول الانقلاب، وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحال مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد أحمد ضوينة. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم. كيف يمكن وصف القرارات التي أعلنها اليوم مجلس السيادة السوداني واحتجاز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك؟ فيما عدا احتجاز رئيس الوزراء والأستاذ قادة المكون المدني السابقين، الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات في ظاهرها تصحيح مسار الثورة السودانية، والجيش السوداني لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة ما لم يجد تأييد شعبي ومناصرة من بعض القوى السياسية التي اعتصمت في مساحات القصر الجمهوري منذ 10 أيام، كانت تطالب في المبتدأ رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بتصحيح هذه الثورة وإعادة الثورة إلى نصابها الحقيقي ومحاولة حل هذه الحكومة لتكوين حكومة كفاءات مستقلة ليس لها علاقة بالأحزاب التي تتصارع وتتناطح فيما بينها وتخاصم بعضها البعض وتنتقم من بعضها البعض. هذا موروث في الثقافة السياسية السودانية. كنا نريد بعد ثورة الوعي هذه ثورة ديسمبر أن يتخلص الشعب السوداني من هذا، ولكن الجانب المدني أخفق في تحقيق متطلبات الثورة ووجد العسكر فرصة لمعالجة هذا الأمر بعد أن سمعوا أصوات من الشعب السوداني يطالبون الحكومة ومجلس السيادة بمعالجة هذا الظرف. هذه أزمة حقيقية كان يعيشها الشعب السوداني لمدة سنتين بعد ثورة كانت ناضجة وثورة قوية، لكن مخرجاتها اختطفت وسرقت بطريقة غير رشيدة، أدت إلى تكتل بعض الأحزاب وإقصاء الآخرين، وليتها نجحت في إدارة شأن الدولة وإنما أخفقت في مجال الاقتصاد والسياسة والأمن والحكم، الأمر الذي أحدث غضبا جعل الشعب يتراخى في معارضة أي إجراءات قام بها البرهان اليوم. نعم، يرى بعض المشهد السياسي في السودان كان متجها إلى مرحلة الانسداد هذه في ظل الخلاف الواضح بين مجلس السيادة وحكومة حمدوك كما أشرتم، ما مدى صحة ذلك؟ وهل الحل يكون بعزل رئيس الحكومة أو وضع هؤلاء المسؤولين تحت الإقامة الجبرية؟ ابتداء نحن لا نؤيد اعتقالات أو كتم حريات الناس، رغم أن الذين اعتقلوا الآن هم مارسوا هذا الضغط السياسي ومارسوا كبت الحريات واعتقلوا الناس. الآن السجون ملأى بكثير من النشطاء السياسيين، نشطاء الرأي السياسي الذين اعتقلوا في مخالفة صريحة للحريات ولعدالة الناس. الفترة الانتقالية مارست فيها طمس للعدالة بطريقة واضحة جدا، خالفت حتى الوثيقة الدستورية. مع هذا لا نؤيد أن يكون الكيل بمكيالين، يعني نطلب دائما من العسكر الذين يتولون زمام الأمر في هذه اللحظة أن ينحوا نحو تكوين حكومة مدنية وأن يفرغوا السجون والمعتقلات من أي معتقل رأي سياسي وأن تتاح الحريات كاملة وأن تذهب الدولة نحو تكوين برلمان شعبي يشارك فيه كل القوى السياسية لإعادة صياغة دستور انتقالي ودستور وقانون الانتخابات، والبلاد تذهب نحو انتخاب حكومة شرعية تخرج من هذا النفق ومن هذا الضياع. نعم، الذي يشهده السودان. مع هذه الخطوة التي اتخذها البرهان اليوم، ما هي احتمالات نجاح العصيان المدني والتظاهرات التي دعت إليها القوى السياسية في السودان؟ لا أثر لنجاحها ولا يمكن أن تنجح، لأن هناك انقسام أصلا في الشعب السوداني. لو كان الحكومة المدنية حافظت على وحدة الشعب ولم تحدث هذا الانقسام ولم تقصي الآخرين الذين أصبحوا أعداء لها اليوم وحتى الذين وقعوا معها اتفاق الشراكة مع العسكر وحتى الذين كانوا في الثورة، لو لم تستعبيهم هذه الحكومة لنعصروها اليوم. ولكن الآن الشعب انشق، نرى بعضه يؤيد إجراءات البرهان، بعضه الآن يعارض في الشوارع وممكن أن يسبب عصيان مدني، ولكن لا يجدي العصيان المدني لأن هذه الحكومة فصلت آلاف من الموظفين. بكل بساطة يمكن أن الحكومة أن تستدعي الموظفين المفصولين للعمل وبالتالي لا ينجح أي عصيان مدني. الشعب كله ليس مصطفا في هذه المعارضة، هم فقط الأحزاب التي كانت تحكم هذه أتباعها من حقهم أن يتظاهروا ويعارضوا هذا يسمونه انقلابا عسكريا أو ما يسمونه، ولكن يوم يومين تعلن الحكومة مراسيم جمهورية بتعيين رئيس وزراء مدني
وبتعيين حكومة مدنية، وبالتالي ينصب سامر القوم، لأن المطلب الأساسي هي مدنية وديمقراطية. فما دام العسكر لا يمكن أن يتسلموا السلطة ويديروا البلد، وإنما سيسلمونها إلى حكومة مدنية ويذهبوا إلى الانتخابات، هذه هي الديمقراطية وهذا التحول الذي يريده الشعب السوداني، بدل أن نبقى في فترة انتقالية متصارعة كلها شركاء متشاكسون بين عسكر ومدنيين. نعم. وبين أحزاب تقاتل بعضها، هذا نفق مظلم. في ظل الرفض الدولي لما جرى اليوم في السودان، واعتبار ما جرى انقلابا، والدعوة لاحترام الميثاق الدستوري، هل هناك بوادر حل أو دعوات للجلوس والتفاوض والحوار بين الأطراف؟ ابتداء الموقف الدولي ليس كما تظنين، يعني أنتم الآن، أنا استمعت إلى التقرير الجميل الذي قدمتم به. كل المجتمع الدولي يعبر عن قلقه ويدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين، حصل نشاطه كله في اعتقال الساسة، لكن لم نجد اعتراضا صريحا واضحا على إجراءات حل الحكومة، على إعادة تشكيل الحكومة بطريقة قومية. أظن المبعوث الأمريكي والمبعوث الأمم المتحدة كانا في السودان أمس واليوم، وتناقشا مع البرهان ومع حميدتي ومع حمدوك هذا الوضع، وتبينوا موقف الشعب وموقف العسكر وموقف الحكومة المدنية، وأظنهم يطالبون الآن بإسراع البرهان لتشكيل الحكومة المدنية التي ستسكت كل الأصوات. المجتمع الدولي من حقه أن يطالب بإطلاق سراح المعتقلين، لأنه في هذا أمر خارج القانون، ولكن نعم. أظن حالات طارئة، لأنهم تعرضوا إلى استفزازات من هؤلاء المدنيين الذين تم اعتقالهم في الأيام الفائتة، وربما هذا الأمر أدى إلى رد فعل يتجاوزونه العسكر بعد حين، ويتم إطلاق سراح كل المعتقلين، وتعود الدولة إلى رشدها ووعيها واستقرارها وسلامها. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد أحمد ضوينة، الأكاديمي والمحلل السياسي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.